في خبر آخر، برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية 3 رحلات اليوم الأحد من أجل إجلاء الجزائريين العالقين بالعديد من الدول. وتم برمجة رحلة إلى مصر على متنها حوالي 280 جزائرية، والتي ستحط بمطار قسنطينة. كما تم برمجة رحلة إلى الأردن على متنها حوالي 300 شخص. هذا وبرمجة الجوية الجزائرية رحلة أخرى إلى روسيا على متنها 300 شخصاً.